أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة. اليوم بدي أدمج هذا الفانوس مع هذا، وهدول اثنين نفس العدد الخرز اللي فيهم، وهدول صورناهم بالفيديو السابق إذا كنت تعلموا طريقة الفانوس، بس حابة هلأ أدمج هذا مع هذا لشوف كيف بيطلعوا. خليكم معي لحتى نبلش مع بعض وما يطلع الفيديو طويل. أول شي بدهم يكونوا هدول نفس عدد الغرز، هذا كتير حبيته مثل ما قلت لكم بهداك الفيديو، لأن الحجر تبعه بيضوي وكتير شغلة تحفة يعني ومميز. رح نبدأ هلأ أول شي من النص. هلأ لحنا على الدائر هون بلشنا بست خرزات، وهاد كمان عملته ستة. بدون يكون دايما وقت ندمج قطعتين بدون يكونوا التنتين مثل بعض تمام. هلأ ناخد هاي الخرزة مع المقابل لإلها، ندخل بهاي الخرزة طريقة. انا ربطت الخيط يعني عملت له عقدة بالاخير، واخر شي بقصة. بدي اخد هلأ خرزة اضافية بدي احطها لحتى اعمل شكل رباعي، هاي الخرزة اللي مقابلة شايفين هاي هي. رح شد الخيط وارجع احط خرزة وارجع لف عليهم نفس الخرزات، بدي ارجع لف عليهم الخيط هيك نحصل على اول شكل رباعي. هلا شو بدنا نعمل؟ ننتقل للخرزة الثانية يلي هي هاي، ندخل فيها ندخل بالخرزة ومنضيف خرزة ومنرجع بالخرزة يلي مقابلة يلي هي هاي. كون هيك عملنا هلأ تاني شكل أو تاني غرزة رباعية. بنرجع كمان بدنا ننتبه على ترتيب الخرز مشان ما نخربط. هلا وصلت انا لهي الخرزة يلي هون، هلا بدي ارجع اطلع بلي حطيتها وانتقل هلا للخرزتين يلي فوق لحتى يبين معنا وين صرنا. منسكر شوي هيك الشغل شايفين. هلا صرنا هاي الخرزة مع هاي، رح ادخل فيها هيك بهالطريقة. انتو كمشوا الشغل مثل ما بترتاحوا. رح اخد خرزة الخرزة اللي مقابلها هي هاي، رح اعمل هيك شايفين، يعني بدي غير الاتجاه عشان امشي مع الشغل. بنرجع على الشكل الرباعي، بنعمل عليه دائرة مشان نرجع بالخيط وبنجي لهون. هلا بنطلع بنشوف انه خرزتين اللي بدنا نشتغل عليهم شايفين، بينوا معكم هاي وهاي. ندخل بهاي الخرزة وبناخد من الصحن خرزة. إذا نسيتوا أنه خرزة هيك بتقربوا الشغل على بعضه يبين معكم أنه هاي. وهيك منكمل الداير
تبع الفانوس من الداخل. شايفين هلأ وين؟ هلأ بهاي الخرزة. ناخد من الصحن خرزة ومنرجع بالمقابل تبعها من الطرف الثاني. حبيت كمان بهذا احط له لون ذهبي حتى يعطي هيك شكل حلو. شايفين هلا وصلنا للاخير، ندخل بهاي. هيك بنكون خلصنا الشغل. هلا بدنا ننتقل للشغل يلي برا، بس رح اعمل عقدة بالخيط وقطعه وننتقل للشغل الخارجي على داير الفانوس. هي العقدة هلا عملتها هون، رح ادخل بهي واقطع الخيط. حتى هذا كمان هلأ بقطعه، هو ما رح يبين، يمكن بضل بقلب الفانوس، بس بنقطعه أحسن. اللي بلشت فيه الشغل اللي هو هاد، هلأ بدنا نعمل الخارجي. أي مكان فيكن تبدو، رح أبدأ هلأ أنا من فوق من هاي الخرزة. كمان عملت بالخيط عقدة، نضيف خرزة، ندخل بالخرزة اللي مقابلة أو قصادها هيك. تقريبا كل الشغل مثل بعضه، إن كان من جوا أو من برا. يعني بدنا نشتغل على الخرزات يلي مقابل بعض. ندخل بهاي، بشجعكم على شغل الخرز، لأنه عن جد ما بعرف إله متعة غير الخياطة غير الكروشيه. هذا الرجوع كمان بالخيط بيعطيه للعمل المتانة، وهيك بصير الجودة تبعه عالي. بظن هلأ توضحت الطريقة. رح كمل شوي وارجع لكم. بصراحة قد ما طولت الخيط عم يخلص، بس هي مو مشكلة اذا خلص الخيط. بترجعوا بتعملوا خيط جديد وبتعملوا له بالاخير عقدة، بتتابعوا الشغل، بتدخلوا من هون مثلا او من هاي الخرزة، وهي بالاخير بنقطعها. شايفين لأنه لحنا كل
حركة عم نعيدها تقريبا مرتين، شايفين؟ يعني ما تخافوا اذا انقطع، اذا الخيط ما كفاكم وتقولوا يي شلون هيك. طريقة سهلة، مندخله بالخراز ومنتابع الشغل. هو انا لازم صور الطريقة كاملة، بس بيطلع الفيديو كتير طويل. ما بعرف اذا بقدر لاقي لي هيك شي شغلة صغيرة ادمجها مع بعض، شي فكرة هيك اعملها. يا ريت حدا يساعدني اذا في هيك شغلة صغيرة تندمج مع بعضها. ان شاء الله يعجبكم هذا الشغل وتلاقوه سهل بالنسبة لكم. طالما عم نشتغل بترتيب خرزة من هون وخرزة من هون، بيطلع الشغل معنا كتير مرتب وظريف. هلا بدي اشتغل على هاي الخرزة، عشان هيك قلبت الشغل. ومحل هيك الزوايا بتنزل الخرزة بمكانها. هلا صرنا عند هاي الخرزة، بدنا ناخد المقابل تبعها من الطرف الثاني. شايفين منين عم بدخل؟ من الخرزة اللي علقت تحت، هي هون مكانها الصحيح. يعني رح كمل لهون وارجع لكم. عم تابع الشغل. هلا وصلت لعند هاي الخرزة، حبيت صور هاي الخرزة الذهبية. كنت عم فكر لو حطيت الداير هون ذهبي كان أحلى من الأزرق، شو رأيكم؟ ولا الأزرق أحلى؟ إذا ما جربت ما رح أعرف. شوفوا بتحركوا الشغل مثل ما بترتاحوا لحتى تقدروا تتمكنوا انه تدخلوا بالخرزات. يعني عم تجي الإبرة على الخرزة وتسحط، تمام. زبطت الخيط، دايما الخرزة اللي مقبيلة بندخل فيها مشان ما ينتزع معنا الشغل.
قربت خلص، قربت خلص الشغل كله. خرزة هلا بدي ادخل بالخرزة هاي الصفرة الذهبية قصدي. هاي الخرزة ملعنة خيوط، ما عم تمرق الإبرة فيها إلا بالصعوبة. شايفين هيك بنخلص. هلا أنا إذا كنت بهي الخرزة ما بصير أنزل لهي لهون، شايفين؟ يعني ما بصير انا هيك شك الابرة هون، لازم فوت بهي الغرق اللي بالنص اللي انا عم ضيفها، تشتغل هيك بشكل دائري مشان ما يظهر الخيطان بقلب الشغل. هلأ رجعنا لنقطة البداية، احنا من هون بلشنا لانه في هي. هلأ هي بقطعة ما عاد بدي اياها. شو رأيكم؟ إن شاء الله يعجبكم وتعملوا لي لايكات كتير واشتراكات كتير. وهي كمان لازم أقطعها. هلا انتو فيكم تستعملوا القداحة وتحرقوا الخيطان. هلا باقي بس اخلص من الخيط وارجع لكم. هذا هو شكله النهائي، شو رأيكم؟ اكيد حلو، انا هيك متأكدة. رح تقولي لي حلو وتدعموني باللايكات ومشاركة مع اصحابكم. رح ارجع ورجيكم هذا، وهذا كمان فيكم تحطوا له ميدالية بهي الخرزة اللي من فوق هاي بالنص، تحطي له بتحطوا خرزة كمان فيها تعملوا ميدالية، وهيك تنبسطوا باشغالكم بتتباهوا فيهم قدام الناس. وأهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم على المتابعة، ما تنسوا اللايك وقائمة التشغيل، اشتركوا بقناتي على اليوتيوب وصفحتي على الفيسبوك، وإلى اللقاء.